انا اسمع ان كان في علاقه بين حضرتك قويه مع كوارشي، طبعا طبعا من ابرز المحترفين اللي جم في تاريخ مصر، مش بس النادي الزمالك يعني. احكي لنا عن العلاقه دي جت ازاي اصلا يعني. هو كان كواشي عشري، كان حبوب قوي، وكنت بقعد معاه دايما في الاوضه، وكنت بروح له البيت حتى، وكنا بنمشي مع بعض وكنا بنخرج مع بعض، فكانت الالفه بيني وبينه. وكان هو كان دمه خفيف قوي، هو ما هو فيش اللي هو كان عنده 3 حاجات: ياكل وينام ويتمرن. فكان دمه خفيف وبدعبه طبعا على طول، وبعكسه. وكنا مع بعض في كل السفريات نخرج انا هو، يعني نسيب الفرقه وتعالى بقى، عشان هو كانت اللغه الانجليزيه برضو بتاعته كويسه، فكان بيساعدني فيها. وكان من الناس الممتازه قوي ما شاء الله. هو كان اكبر من حضرتك يا كابتن؟ كان اكبر مني. يعني حضرتك لما طلعت لقيته، ولا هو جه وحضرتك كنت لا بتلعب؟ انا كنت بلعب، هو جالنا هو محترف جالكوا بقى من ساعتها الامارات. محترف. جالنا الكابتن حلمي ساعتها، جابه وجي وكم وقعد كده، كان احسن محترف يعني انا بعتبره، جه في الفتره دي وكان هداف. بعديها بسنه راحوا ملغيين محترف. لا ده المحترفين كده كميه الغاءات يا كابتن نصر، بقى كل ما اكلم حضرتك في حاجه تلغيها لي. ده في ماتشات اهلي وزمالك ما اتلغتش طب هو احنا اتظلمنا فيها.